السلام عليكم، مرحبا رجعنا يا شباب. اليوم جديد بمقطع جديد، مقطع ستوري. اليوم يا جماعه بخير، بدون ما نطول عليكم، اليوم يا شباب راح نستعرض لكم اغرب 8 حسابات بالعالم يا جماعه. حسابات رهيبه في اشياء لا تصدق نهائيا يا شباب. اوكي، هذا اول شيء. ثاني شيء يا جماعه بخير، في هذا المقطع راح احط لكم 3 كودات راح تكون مخفيه، لهيك شاهد المقطع من البدايه للنهايه يا مدير. راح يكون معنا 2 كودات تبع الفاير باس وكود 1 تبع سكين السجين، لهيك يا اسطوره لا تضيع الفرصه وخليك مركز في كل ثانيه وفي كل لحظه يا اسطوره. اوكي، بدون ما اطول عليكم، اليوم راح يكون معي اخي الصغير ايضا يا مدير. شويه راح يكون معي يا جماعه الخير اخي الصغير، راح نشوف هذه الحسابات. بدون ما اطول عليكم، لايك وشكرا على الدعم الرهيب اللي بدينا يا جماعه الخير نرفعه في هذه الفتره. شباب، هذه يا جماعه الخير قناتي الثانيه، راح تلاقونها موجوده في صندوق الوصف يا شباب، فيها 79 الف مشترك. اتمنى يا جماعه الخير نوصلها لل 100 الف مشترك اليوم يا شباب، فاذا وصلت راح اوزع عليكم يا جماعه الخير 10 كودات تبع سكن السجين يا جماعة في الفيديو القادم، وأيضا في انستغرامي يا أساطير. فيلا يلا حطوا اشتراك، تعالوا يا جماعة. فبدون ما نطول عليكم، أوكي، كما تلاحظون حاليا أنا في فري فاير، راح نروح لإضافة. أوكي، هون راح نشوف شخص. أول شيء خليني أنسخ أحد الأيديات، لا الأيدي الأول أصلا سهل، خلينا ننسخ هذا. أوكي، نرجع لفري فاير. أول أيدي يا جماعة الخير هو كله 8 5-ات، يعني هيك 1 2 3 4 5 6 7 8. نحط له يا جماعة الخير موافق. خلينا نشوف الحساب، شوفوا الحساب يا شباب، منذ 6 أيام، مو كثير يعني الحساب يدخل له صاحبه دائما. أوكي، خلينا نشوف يا جماعة. أول شيء البادجات كلها 5 5. بالنسبة للأي دي كله 5 وات يا جماعة، وبالنسبة لاسم الحساب أيضا كله 5 وات، وبالنسبة يا جماعة الخير للكلان هو أيضا كله 5 وات، بس الله يكسكس عنده 55. الحيوان لعب قيمته وغيرها. أوه، هذه يا جماعة لازم يرفعها أيضا ل 55، كل جيم يا جماعة يخليها 555. خلينا نشوف مصنف، يمكن يكون لا صفر مو 55، وعنده سكين ال شو اسمه السجين، مو الجاز، فهمني هذا السروال ما ادري يا جماعه، انا ما ضليتش اذكر سكنات. نروح يا جماعه الخير للحساب اللي بعده، راح نروح لاضافه ايضا، وخليني احط يا جماعه الخير الاي دي في هذا المكان. الاي دي يا جماعه الخير هو كم 100 ألف، وبعدها 44، يعني 1 5 0 44. خلينا نحط موافق يا اسطوره، وخلينا ندخل ونشوف. شوفوا يا جماعه، بالنسبه للاي دي 44 في النهايه، وايضا ليفل 44 يا جماعه. وشوفوا يا اصدقاء، بادي من الساكورا، الفير باس الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ولسه ووقف. والله حرام يا جماعه، اخوي عطيني هذا الحساب وانا ما عندي حساب نادر. لا انا يا جماعه كان عندي جميع الفير باسات من الفير باس الاول الحالي، بس انه هذا الفير باسات والله شيء نادر ان يكون عندك كم 7 فاير باسات الاولى. ايوه 7 1 2 3 4 5 6 7 فاير باسات يا جماعه الخير، مره نادره. اوكي، خلينا نشوف يا جماعه الخير الحساب اللي بعده، نشوف ملف، لا هذا كل شيء عادي. اوكي، راح نطلع يا جماعه الخير وننتقل للحساب اللي بعده. الحساب اللي بعده يا شباب، اول شيء خليني اجيب الاي دي، لانه هذا الحساب اظن انه اخي الصغير راح المسكين ما ادري كيف اقول لكم يا شباب راح ينصدم. راح نروح يا جماعه الخير له في هذا المكان، نحط الاي دي اضافه، وراح اقوم بلصق الاي دي في هذا المكان. يلا موافق. هذا الحساب يا جماعه الخير حساب ليفل 1 اسمه 1. اوكي عادي، ما في اي مشكله، يمكن اي واحد يسويها. الصفر لايك راه عادي انك تفتح حساب وهذه الاشياء، بس انه يكون عندك ولا فاير باس مشحون وانت عندك سكين الفاير باس تبع الصحراء او الفاير باس 16 السكين الاخير وانت ما ظاهر عندك فاير باس هون، وصفر بادج عادي ما في مشكله، الاي كي نقول جابها من الحاضنه وهذه الاشياء، بس انه يكون عندك. شوف هذا الفاير باس، هذا هو شاري فاير باس هون، شوفوا مكافأة في مرور النار، مكافأة في مرور النار، يعني أخذه من الفاير باس، بس كيف هو ما ظهر عنده هو الفاير باس؟ سبحان الله. أوكي، ننتقل يا جماعة الخير للحساب اللي بعده، اللي راح يكون هذا مرة حساب مرة رهيب يا جماعة. نروح عشان نجيب الأي دي. أوكي، الأي دي سهل جدا هذه المرة، نسخ ونحط يا جماعة الخير هون الأي دي. يلا موافق. الأي دي شباب هو 1 6 أصفار وبعدها رقم 1، يعني سهل عادي. خلينا نحط فحص، شوفوا يا جماعة
11 لايك، يعني الاي دي مره رهيب، واللايكات عنده نفس الاي دي، شيلهم بس الاصفاد الموجوده في الوسط، شيل بس الست اصفاد، يعني واحد تبع البدايه واحد تبع النهايه. 1200 بادج، 1120 بادج يا جماعه، وعنده 11 لايك. من وين يجيبون الفلوس يا جماعه؟ ما عنده شركه، ما عنده اي شيء يا اخي. لا تروح لي 40,000 جوهرة على هذا عدد البادجات. اسمعني اسمعني اسمعني، يقول ابن المطور شراكه، المطور شراكه. طلع يا جماعه الخير انه بدر عنده ابن. معي شخص غبي حاليا، اوكي خليني اشوف يا جماعه الخير الحساب اللي بعده. اوكي نروح يا جماعه الخير اعطيه بلوك، ونروح نجيب الاي دي يا جماعه الخير اللي بعده. الاي دي اللي بعده يا جماعه لا داعي اننا نجيبه، خلينا نجيب اللي وراه. ايوه هيك نحط نسخ التصوير اللي لساته موجود. يلا خلينا نرجع لفري فاير. اي شنو قاعد اخور انا؟ اوكي نايس. الاي دي اللي بعده يا جماعه الخير هو سهل جدا، 1 2 3 4 5 6 7 8. خلينا نحط له فحص. اوكي كما تلاحظون شاري الفايل باس، والحساب يعني يلعب بصاحب وكل الاشياء عاديه. الاشياء اللي فيه رهيبه، اولا انه من 1 ل 8 الاي دي تبعه مره رهيب. اوكي السكارتن وهذه الاشياء، شوفوا هذا السكين، هذه الحيوان الاليف الجديد. اوكي خلينا نشوف يا جماعه الخير شيء رهيب. الرهيب انه عنده 4,879 لايك، وهو عنده بس 44 في الليفل. اوكي ما في مشكله، نروح يا جماعه الخير للجيمات. هذا مدى الحياه، حياته كلها يا جماعة الخير لاعب 300 و300. اوكي 300 زائد 300 يا جماعة، لاعب 600 جيم وطالع لاعب يا جماعة الخير 600 جيم، وعنده 4,879 لايك. او ماي جاد، كيف الله اعلم يا شباب. اوكي شوفوا شاري الفايل باسات بس هاد خلاها 2 حرام. اوكي يا جماعة خليني اشوف الحساب اللي بعده. الحساب اللي بعده يا شباب هو هذه يا جماعة، خليني احط الاي دي تبعه هون. يلا راح تكون باع امها ابوه. سلطان بروس والله يعرفوه يا جماعة. ليفل 65 اللايكات عادي، كل شيء ضعيف. 100 و100 والله يكون ابن الشراكة، ابن ميمي. ريحت بس عندي صمك بك. اوكي يا جماعة 158,000، 100 و200 و250,000 باج، بس هذا 100 100 حط امه يا جماعة. او ماي جاد يا للهول يا شباب، والله شيء رهيب. يعني تخيل كم جوال راحت له على 100 100، ثلاث اقل شيء مليون جوال او اكثر. خلينا نشوف ما راح نخسر اي شيء. اوكي لا لازم تشريهم، عنده 9,000 اكثر شيء على ما اظن. خلينا نشوف المزيد من الشهرات، خلينا احط هون 100 100 لما تقدرش تفوت 9,999. بلوك يا مدير، لازم تسوي الحركة، ما ادري كم مرة اشتريت 9,999 يا اخي. 100,100 او ماي جاد، او ماي جاد. نشوف يا جماعة الخير الحساب اللي بعده. الحساب اللي بعده يا جماعة الخير هو الاي دي سهل جدا، 8 وحدات هيك، 1 2 3 4 5 6 7 8. شوفوا الاي دي يا شباب، خلينا نحط موافق ونشوف يا اصدقائي. كما تلاحظون والله الاي دي شيء رهيب، شوفوا الاي دي يا جماعة. وعنده عادي والله عنده، عشان يكون عندك حظ ويجيك نفس هذا الاي دي لازم تكون اسحاق نيوتن، تسقط عليك تفاحه من السماء يا مدير وتكتسب الجاذبيه. لا جد ابو هذا الشجره. اوكي يا جماعه كما تلاحظون الاي دي هذا الاشياء عاديه، و500 يعني يشتري بادجات، اخونا اغنياء يا مدير، احنا الحاسقين. اوكي نشوف يا جماعه اخر الحساب اللي بعده، وهو اخر حساب معانا. الحساب اللي بعده يا شباب هو يعطينا نحط لصق موافق منذ 30 يوم. اوكي ليفل 79، 1638 لايك. كيف وصل ل 79 وهو لاعب يعني عنده بس 1600 لايك؟ فا اوكي ما في مشكل، ملفه التعريفي
يلعب اخونا بس سولو وصل لهذا الليفل، يكون عندك جد ابوك بطاقات ما ادري شوف اصلا معدل القتل كم يا جماعه 0.56 اوكي وصلنا فرح تلاقيها صفر اخونا ما يلعب نهائيا. بس كيف كيف يا جماعه الخير انه عنده كل هذا الليفل وهذا اللايكات ووصل ملاعب كثير؟ كم جيم قلنا انه لاعب عنده 1600 لايك بس الجيم لعب 2000 يعني هيك تقريبا ممكن حاجه طبيعيه. بس سولو قليل يحطوا لك لايك ما في مشكله. ليفل 79 الحساب الفاشل اسمه هذا يا جماعه اوكي يلا يا جماعة خير الشباب لهون نكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى يكون المقطع عجبكم، حطوا لنا لايك وشارك المقطع مع أصدقائك إذا كانت فيه أشياء مرة رهيبة أعجبتك في هذا المقطع، وأيضا يا أصدقاء حظ موفق للأشخاص اللي حصلوا على الكودات واللي شغلوا الكودات، لا تنسوا تسووا لي شو اسمه هذا منشن في الانستغرام، يعني حط السكرين شوت واعمل لي منشن بالانستغرام، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله، ملاحظة تسووا لي أفكار المقاطع القادمة لأنه إن شاء الله راح نرجع عودة قوية كل يوم فيديو جديد يا جماعة. مساء لهيك يا جماعة إذا ما وصلك الإشعار راح تدخل هيك مساء الحادي عشر ليلا العاشر ليلا راح تلاقي إنه الفيديو نازل. فيلا تعالوا يا جماعة الخير كل مقطع وكل يوم جديد. شو مالك أنت؟ ده وش أنا أعمل فيديو بوحدي ولا معك؟ سيد عم الكومة يلا إلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله. أصلا سليت فيديو